يعطيكم العافية. في هذا الفيديو راح نحكي عن نوع ثاني من الكولايدر وهو السيركل. طبعا لو انا مثلا كان في عندي البولينج او الاسترويد، لو جيت عملت الاسترويد هنا طبعا لازم اديله هنا لاير فور جراوند، وجينا هذا الاسترويد انا بدي اعطيله متصادم، فهل بنفع انه انا اعطيله بوكس كولايدر؟ طبعا البوكس كولايدر مش ظابط على شكل السبرايت تبعته، لكن انا في عندي هنا اللي هو كولايدر بيجي على السبرايت تبعته او شكل السبرايت تبعته، وهي السيركل كولايدر. والسيركل كولايدر زي ما شايفين انه تم تحويط هذا الاسترويد بالسيركل كولايدر. طبعا بامكاني انه انا ايش اعمل اللي هي اغير الراديوس تبعته، او اغير هنا اللي هي الاوفست الاكس والواي كمان. طبعا هيك بنغير هنا الراديوس بالشكل هذا عن طريق الايديت كولايدر. وطبعا لو انه هذه بدي اعطي هذا الاسترويد ماتيريال اللي هي فيزيكس ماتيريال واديله احتكاك اول ما يجي على اي جسم. وطبعا هنا الايزي تريجر عارفين هنا ايش، انه اي حاجه بتقدر تخترق هذا الاسترويد او هذا السبرايت. وطبعا هنا اديله افكتور، هنتعرف على الافكتور الموجوده في اليونيتي. طبعا هنا الافست اللي هي الازاحه لهذا السبرايت بالنسبة للإكس وبالنسبة للواي. طبعا هنا ممكن ايش اغير الرادياس بتبعها، اذا انا مش عاجبني انا استخدم الايديت كولايدر بستخدم الرادياس. وزي ما شايفين انا ايش جاب اغير في الرادياس تبعته، مثلا اقول له مثلا 0.5، لا 0.6. 0.6 كتير مناسبة لهذا الاسترويد. وطبعا هنا طبعا بنخليها اسمه استرويد بهذا الشكل. وطبعا كده احنا تعرفنا على السيركل كولايدر، ونشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم.